لايك كومنت شير سبسكرايب هقتلكم اشتركوا هموتكم باي حط لايك. النهاردة معايا حاجة أول مرة الصراحة أشوفها وعجبتني جدا 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 من ناحية الجودة والكواليتي. دي طاسة تيفال، ناحية تيفال وناحية ستانلس. طب ايه الفايدة في كده؟ ان معروف ان تنظيفها من تحت او من الايد هيكون سهل جدا ومش هيبقى شكلها مشوه، عشان هنبقى عارفين ننظفها في كل سهولة. دايما رغم ان احنا بنحافظ على التصد بتاعتنا بيكون شكلها مش ظريف ابدا من تحت ومش بنعرف ننظفها كويس عشان ما نخدشهاش، وبيكون عادة شكلها من تحت مشوه وبتكون من فوق بتبرق. فالنوع ده من الطاسات حل المشكلة، هنقدر ننظفها من تحت بكل سهولة، وطبعا هنتعامل معاها في حرص زي ما احنا معتادين مع الحاجات التيفال من فوق. وزي ما قلت لكم ان دي طاسة تيفال، ناحية تيفال وناحية ستانلس. هي موجود منها من اصغر مقاس لاكبر مقاس، يعني في الصغير قوي والوسط والكبير. انا جبت منها المقاس اللي يناسبني وبحب استخدمه. هي ماركة كارنك فيل، مقاس 30، صنع في مصر. مش بيلزق فيها الاكل ومكتوب انها ممكن تتغسل في غسالة الاطباق، بس بصراحة انا منصحش بكده ابدا، لان مرة في مرة الطبقة المانعة للالتصاق بتبوظ. فمنصحش ابدا لاي حد عنده غسالة اطباق يغسل فيها الحاجات المانعة للالتصاق ايا كان نوعها، تيفال سيراميك ايا كان سعرها رخيص غالي، لانها مع الوقت بتبوظ من السخونة. دي بقى طاسة كريب من نفس النوع، عجبتني قوي وجبت منها مقاس 32، برضك ماركة كارنك فيل، برضو ناحية تيفال والناحية التانية ستانلس. الطاسات دي صنع في مصر، مكتوب عليها ان هي ممكن تستخدم على اي نوع بوتاجاز سواء كان غاز كهرباء سيراميك. الطاسات دي غريبة قوي زي ما قلت لكم، ناحية تيفال وناحية ستانلس. وانا بشتريها سألت البياعة الجزء ده ألمونيوم، قالت لي ستانلس. المهم انا جربت بمغناطيس لقيت انه مش بيمسك، معنى كده ان هي فعلا ستانلس، بس مكتوب على ظهر الطاسة ان المصنع اللي تصنع فيها اسمه مصنع الكرنك للألمونيوم. واحترت اكتر لما لقيت ان فعلا المغناطيس مش بيمسك على الجزء ده، يعني معنى كده انه ستانلس. المهم القصة دي مش هتفرق كتير سواء استانلس او ألمونيوم، لان احنا مش هناكل في الجزء ده الظهر وايد الطاسة. لكن طبعا لما الطاسة هتاخد وقتها وتبوظ وتتجرح وتظهر الطبقة اللي تحت مش بنستخدمها لانها بتكون ضارة. وطبعا عشان نطول عمرها الافتراضي مش بنستخدم في التأليف غير اما معالق خشب او سيليكون، ومش بنغسلها غير باسفنجة ناعمة. دول الشكلين اللي انا جبتهم منهم واستخدمت الاتنين، جربتهم جمال جدا مش بيلزق فيهم الاكل وعمليين جدا في الاستخدام. الطاسات دي عشان تطولي من عمرها الافتراضي وعشان تحافظي على الطبقة اللاصقة بتاعتها، في تعليمات لازم تعمليها قبل اول استخدام لكل طاسة فيهم. هنزل لكم فيديو بالكلام ده اللي بنعمله قبل ما بنستخدم الطاسة، طاسة كارنك جفيل، عشان نحافظ على الطبقة اللاصقة وعلى عمرها الافتراضي. طيب سعرهم ايه؟ جبتهم منين؟ هتلاقي اخر الفيديو ده فيديو للمشتريات، افتحوه هتعرفوا منه السعر والمكان اللي اشتريتهم منه ومجموعة مشتريات تانية مفيدة جدا. الطاسات دي جميلة جدا وسعرها جميل جدا. ما تنسوش ترزعوا اللايك احسن لكم وتشتركوا في القناة احسن لكم. انا قلت اهو حط اللايك. ايه ما تنسوش السبسكرايب بتاعي، لايك يا بيه، لايك يا فندي، تعالي نشترك في القناة.